بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم ماده الميكانيكال سيستم او ماده الكنترول سيستم او ماده السيستم داينامكس. احنا قلنا ثلاث مصطلحات للمواد اللي ممكن تقدر تدرس فيها الجزء اللي هنبدا نشرح فيه الماده بتاعتنا. ماده الميكانيكال سيستم او الكنترول سيستم بنبدا بتقسمها من مجموعه من الشباتر، بيكون دايما اول شابتر عندنا هو عباره عن شابتر لابلاس، وبتبدأ تراجع على موضوع المعادلات، وعشان تقدر تستخدم لابلاس في التحويل من التايم دومين الى الاس دومين. الحاجة التانية وده اللي هنبدأ نركز عليه هو موضوع الموديلنج. مادة السيستم داينامكس او مادة الكنترول سيستم بتدرس لطلبة الكليات الهندسة، دايما بتكون من الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة. سواء انت كنت قسم الهندسة الميكانيكية بالشعب المختلفة، سواء انت كنت قسم انتاج وتصميم، قسم قوة سيارات بحرية وميكاترونكس، وكمان بيكون في داخل في قسم الهندسة الكهربية بالشعب بتاعته المختلفة سواء قوة واتصالات وحاسبات. بالنسبة لنا في قسم ميكانيكا، وبنكون مركزين جدا على موضوع الموديل. بعد ما نبدأ ندرس لابلاس في رياضة أربعة على حسب اللائحة اللي عندك في الجامعة اللي عندك، بنروح بندرس بقى في التخصص مادة الميكانيكال سيستم أو السيستم داينامكس او الكنترول سيستم، وبيكون عندنا شابتر رقم واحد هو لابلاس. فبتبدا تراجع على الجزء اللي انت بدات تاخده، ونبدا نستخدم لابلاس في حل المعادلات اللي عندنا وحل المسائل بتاعتنا في موضوع الموديلنج. الشابتر رقم اتنين بيتكلم على الموديلنج، واول حاجه في الموديلنج هي عباره عن الميكانيكال سيستم. الميكانيكال سيستم لو احنا بدأنا نستخدم الميكانيكال سيستم، وهو عبارة عن ايه؟ اللي انت بيكون عندك مجموعة من الانواع المختلفة من الميكانيكال موديلنج. النوع الاولاني بيكون مشهور جدا، هو عبارة عن اللينير او بنسميه الترانسليشن سيستم، او بمعنى تاني اللي هو انت عندك ان الجسم بيتحرك فيه حركة خطية. ده رقم واحد. رقم اتنين، سواء انت عندك حركة خطية يبقى انت عندك حركة روتيشنال سيستم، اللي هو بيكون عبارة عن انت عندك حركة دورانية. آخر حاجة بالنسبة لنا في الميكانيكال، وهو حاجة مشهورة جدا ودرسناها في مادة التصميم، وهي عبارة عن التوبس. يبقى احنا عندنا اول حاجه بالنسبه لنا تصنيف، الاول حاجه بالنسبه لنا هو الميكانيكال موديلنج اللي عندنا بيتقسم الى ثلاث حاجات، هي عباره عن اللينير والروتيشنال والجير، ودولة الثلاث حاجات اللي هتبدا تستخدمهم في الانظمه اللي عندنا. اول حاجه بالنسبه لنا لو احنا مسكنا الجزء رقم واحد هو عباره عن الترانسليشن سيستم، بيتكون من ايه؟ عايزين نبدا نشوف هيبدا يتكون من ايه. لو احنا رجعنا لمادة الفايبريشن، لو احنا خدنا مادة الفايبريشن كان عندنا حاجة مشهورة جدا هي اسمها سبرينج، وعندنا حاجة اسمها دامبر، وعندنا حاجة اسمها الاستيفنس والماس. فكنا بنمثل الكلام ده في صورة الشكل اللي قدامنا ده، او اي موديل نقدر نمثله في الصورة اللي عندنا دي، عبارة عن ماس ودامبر وسبرينج. كنا نسمي الجزء ده عبارة عن ماس، الجزء بتاع السبرينج او السوستة كان عبارة عن الكي الرمز بتاعه، والدمبر بيكون عبارة عن بي، أو ساعات بيتسمى في مراجع تانية عبارة عن السي. يبقى احنا عندنا اللينير سيستم أو الترانسليشن سيستم بيتكون من ايه؟ بيتكون من ماس. رقم اتنين بيتكون من سبرينج. رقم ثلاثة بيتكون من دمبر. حلو جدا. بالنسبه لنا احنا عايزين نبدا نشوف ايه؟ عايزين نبدا نشوف المعادلات بتاعتنا. عشان اقدر احل اي سيستم ميكانيكال بيكون بيتكون من الثلاث حاجات دولت، فبالتالي محتاج ان انا ابدا اعرف كل معادله بالنسبه لي. اول حاجه لو احنا اخذناها هي عباره عن الماس، فاحنا عارفين ان الماس بالنسبه لنا هي عبارة عن، لو احنا مسكنا كده المعادلة اللي قدامنا دي أو نكتب بقى، أول حاجة بالنسبة لنا اللي أنت عندك الماس
لو خدنا المعادله بتاعتها هتكون عباره عن ايه؟ ان الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، بيكون عباره عن ان دي عباره عن الماس، والاكس دبل دوت بيكون عباره عن الاكسلريشن اللي هي عباره عن العجله، ودي عباره عن الكتله، بيكون ان الكتله الواحده بتاعتها بالكيلو جرام، والاكسلريشن زي ما احنا عارفين عباره عن المتر على الثانيه تربيع. يبقى اذا كيلو جرام في المتر على الثانيه تربيع بيطلع لك ان وحده اللود اللي عندك عباره عن نيوتن، ودي حاجه بالنسبه لنا من الاساسيات اللي عارفينها من الاوائل خالص في الاستاتيك. يبقى انت عندك هنا ان الفورس بالنسبه لك هي عباره عن مين؟ عباره عن الماس في العجله. الحاجه رقم اثنين، رقم اثنين بالنسبه لنا كانت عباره عن السبرينج. السبرينج الرمز بتاعها بيكون عباره عن الشكل ده، وبنديله الرمز بتاعها عباره عن الاستيفنس او الكي. كنا بنقول ان الفورس بتساوي ايه؟ بتساوي الكي في الاكس، حيث ان الفورس هي دي عباره عن اللود، القوه بتكون وحدتها بالنيوتن. الكي هي عباره عن الاستيفنس، والاكس هي عباره عن الديسبليسمنت او الاستطاله، او الاستطاله بتحصل نتيجه اللي انت بيكون عندك سبرينج متعلق فيه ماس، فبالتالي مع الوقت بيحصل ان هنا القيمه بتاعت الكي، او هنا قيمه السوسته بيحصل هنا في عندك هنا جزء الاسستي، فبتكون عندك حاجه اسمها الكي، او دي عباره عن الاستيفنس. والاستيفنس بتكون عباره عن ايه؟ خاصيه من خواص الماتيريال. لو احنا مسكنا بقى الوحدات، ان الديسبليسمنت او الاستطاله اللي بتحصل عندك بتكون عباره عن المتر، والكي بقت عباره عن ايه؟ عباره عن نيوتن على المتر. يبقى هنا الرمز بتاع او اليونت بتاعت الكي عباره عن نيوتن على المتر. اخر حاجه بالنسبه لنا كانت عباره عن رقم ثلاثه، عباره عن الدمبر. والدمبر هو عبارة عن إيه؟ بيكون الرمز بتاعه أو الشكل بتاعه في الصورة دي، ده بيكون عبارة عن الدمبر. ولو إحنا عرفنا القانون بتاعه هيكون عبارة عن إن الفورس بتساوي قيمة الدمبر الرمز بتاعها، أو عبارة عن البي في قيمة العجلة في قيمة السرعة الإكس دوت. يبقى هنا الإكس دوت عبارة عن الفيلوسيتي أو السرعة، والواحدة بتاعتها متر على الثانية، والفورس عبارة عن النيوتن. يبقى إذا تقدر تقول إن الواحدة بتاعت أو القيمة بتاعت البي هو عبارة عن المعامل بتاع الدمبر، الكوفيشن أوف دمبر، والواحدة بتاعتها هتكون عبارة عن نيوتن في السكند على المتر. فإحنا كده أول حاجة عرفنا القوانين الأساسية بالنسبة لنا في الحالة بتاعتنا. الحاجة اللي بعد كده اللي احنا عايزين نبدأ نعرف ايه؟ عايزين نبدأ نعرف نحل ازاي، او نبدأ نعمل موديلنج ازاي للجزء اللي عندنا في الاخر، احنا عايزين نوصل لايه؟ لو احنا رسمنا اي سيستم عندنا كده بالصورة اللي عندنا دي، وفي ماس، وهنا مقصر الكلام ده بلود معين، فبيحصل له هنا استطالة، وعندك هنا رمز الكي، وعندك رمز الدمبر. يبقى بالتالي احنا محتاجين ان احنا نبدأ نحل الموديل الميكانيكال موديلنج ده، فبالتالي بنرجع لقوانين نيوتن. والقانون بتاع نيوتن كان يبدأ يقول لك ان السمشن فورس بتساوي الكتلة في العجلة. يبقى اول حاجة بالنسبة لنا القانون الثاني من نيوتن، يبقى نقدر نستخدم اول حاجة اللي احنا عندنا قوانين نيوتن. عشان احل الكلام ده لازم رقم واحد اعمل حاجه اسمها، او ابدا ارسم حاجه اسمها الفري بادي دايجرام. ببدا اخد الرسم بتاعي وابدا امثل في الشكل عندي. اول حاجه بالنسبه لك الماس، سواء انت كنت بتضغط هنا بلود فبيرد عليك على طول الرمز بتاع الستيفنس و الدمبر. يبقى بالتالي عندي هنا الكي في الاكس والبي في الاكس دوت، وعندك هنا ان القيمه بتاعت الماس في الاكسلريشن.
رقم اتنين، انا بعد ما رسمت هستخدم بقى القوانين باستخدام نيوتن لو، ده القانون الثاني من القوانين بتاعت نيوتن، ان السميشن فورس بتساوي الام في الاكس دبل دوت. ساعات بتتسمى او ساعات بيتقال لك القوانين بتاعت الحركه، الايكويشن اوف موشن. طيب عشان اجيب الايكويشن اوف موشن هجيب مين؟ انا عاوز اعوض هنا على السميشن فورس، يبقى عندي هنا الفورس اللي عندي هي عباره عن مين؟ عباره عن الستيفنس، وعندي الدمبر، وعندي الجزء بتاع الماس. يبقى اول حاجه انا هاخد هنا بالاشاره، سواء انت فرضت الاسهم كده في الاتجاه ده يبقى انت عندك ماينس، في الاتجاه ده بيكون عباره عن موجب، يبقى انت عندك هنا سالب الكي في الاكس ناقص البي في الاكس دوت زائد الفورس، الكلام ده بيسمى معاك الناحية التانية عبارة عن الام في الاكس دبل دوت. نظبط شكل المعادلة اللي عندنا، يبقى احنا عندنا ان الماس في الاكسلريشن زائد الدمبر في الاكس دوت زائد الكي في الاكس، الكلام ده كله ده بيساوي ايه؟ بيساوي اللود او بيساوي الفورس. يبقى دي بالنسبة لنا المعادلة رقم واحد. فاحنا بالنسبة لنا خطوات الحل هتكون عبارة عن ايه؟ أول حاجة عملنا الفري بادي دايجرام، كتبنا معادلات الإيكويشن أوف موشن رقم ثلاثة، أو كتبنا القوانين الخاصة بنيوتن. الحاجة الثالثة اللي إحنا كنا بنستخدمها في الشابتر رقم واحد هو اللي نبدأ ناخد لابلاس ترانسفورميشن. عشان أستخدم لابلاس كان عندنا هنا في حاجة معروفة جدا في لابلاس، كان يقول لك هنا إن المعادلات التفاضلية من الإكس دبل دوت بتعادل ايه؟ بتعادل الاس تربيع في الاكس اوف اس ناقص حاجه ناقص حاجه، الكلام ده في حاله الانيشال كونديشن هتكون عباره عن بزيرو، يبقى احنا بالتالي هنشتغل على الجزء ده. طب الاكس دوت كانت عباره عن مين؟ عباره عن الاس في الاكس اوف اس، او بتحول بقى من المعادلات التفاضليه تقدر تحولها للاس دومين. وعندك ان الاكس نفسها بتكون عباره عن الاكس اوف اس. يبقى الكلام ده تقدر تحطه في دماغك عشان نقدر نحول الشكل المعادلة اللي عندك. هبدأ أحول المعادلة اللي عندي، بالنسبة لي المعادلة الايكويشن اوف موشن أو المعادلة بتاعت نيوتن اللي عندي، اللي أنا عاوز أحول كل اكس دوت دبل دوت والاكس دوت والاكس للابلاس عشان أقدر أتعامل معاه. يبقى أنت عندك الام في الاس تربيع في الاكس اوف اس زائد البي، شيل الاكس وحط مكانها اس، اكس اوف اس زائد الكي في الاكس اوف اس، الكلام ده ان الاف نفسها هتكون عباره عن ايه؟ الاف اوف اس. اقدر اخد كمان عامل مشترك بقى، عندي هنا الاكس اوف اس عامل مشترك، يبقى الام في الاس تربيع زائد البي في الاس زائد الكي، الكلام ده عامل مشترك الاكس اوف اس، الكلام ده بيكون الناحيه الثانيه عباره عن الاف اوف اس. طب انا عاوز اوصل لايه؟ احنا عاوزين نبدا نعمل موديلنج للكلام ده، يعني احنا عاوزين نجيب السيستم بيكون عباره عن داخل له انبوت بايه وطالع له اوتبوت بايه، فبالتالي عاوزين نجيب شكل المعادله بتاعتنا او نجيب حاجه بنسميها الترانسفير فانكشن بتساوي الاوتبوت على الانبوت. طيب عشان اجيب الانبوت على الاوتبوت لازم اكون عارف ان الترانسفير فانكشن بتساوي الاوت بوت على الان بوت، اللي هو عباره عن عندي ايه؟ انا بطلع قيمه الازاحه وباثر باللود، يبقى عندي الاكس اوف اس على الـ على الاف اوف اس، يبقى بالتالي اقدر اقول الاكس اوف اس على الاف اوف اس بتساوي واحد على الجزء بتاعنا اللي هو عباره عن الماس في الاس تربيع زائد البي في اس زائد الكي. بعد كده بالنسبه لي الترانسفير فانكشن بتاعي، وده بالتالي اقدر اتعامل معاه بالنسبه لنا واقدر اشتغل عليه. طيب لو الراجل اداك بقى قيم للماس، ممكن يقول لك ان انت عندك هنا الماس قيمتها بكذا كيلو جرام، والكي بقيمتها بكذا بالنيوتن على المتر، والدمبر قيمتها بكذا نيوتن في السكند على المتر، تقدر تعوض على طول تعويض ماشي.
يبقى احنا كده ممكن نلخص بقى الجزء بتاعنا بالنسبة لنا هي عبارة عن ايه في حالة الميكانيكال سيستم، وفي الجزء بتاع اللينير هيكون عندك معادلة للسبرينج، معادلة للدمبر، ومعادلة للماس، وتقدر تستخدم قوانين خاصة بالإيكويشن أوف موشن أو المعادلة بتاعة نيوتن إن السمشن فورس بتساوي الام في الاكس دوت. بعد كده تعمل لابلاس، وبعد ما تعمل لابلاس تجيب الترانسفير فانكشن. يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاولاني وبدأنا ناخد فكرة كويسة جدا على موضوع الميكانيكال سيستم، واستخدمنا اول نوع بالنسبة لنا هو عبارة عن اللينير موشن او الترانسليشن سيستم، واخدنا المعادلات بتاعته وازاي نقدر نحل سيستم بسيط باستخدام الستيفنس والدمبر والماس. ان شاء الله المره الجايه هنبدا ناخد مجموعه من التمارين والافكار الاخرى. شكرا لكم، وان شاء الله نلتقي على خير.